بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم عيسى عياصري. بلشنا بشرح سلسلة فيديوهات البرو انجينيرينج، الرسم الميكانيكي. هذا الفيديو الثالث. الفيديو السابق شرحنا فيه الاكسترود، وبرضه شرحنا من خلال الراوند والشامفر. وفي الانترودكشن عرفنا بالفيديو الأول، في الانترودكشن عرفنا بالأجزاء الرئيسية لبرنامج البرو انجينيرينج. أيضا في الفيديو السابق أخذنا مثال أو مثالين، وفي الفيديو هذا ان شاء الله راح ناخذ كمان مثال على الاكسترود، وفي كم من اوامر او اكثر من تولز راح نوضحها اكثر، ممكن مع الريفولف طبعا بشكل اساسي راح نشرح الريفولف وناخذ مثال على الريفولف ايضا كمان. وان شاء الله مع نهاية الفيديو راح نعطي كمان تمرين زي كل فيديو تحله لوحدك ان شاء الله تعالى. راح نوضح الداتا بلين ايضا من خلال شرح بسيط نوضح فيه أفكار لم تطرح في الفيديو السابق في أمر الإكسترود. الآن مباشرة ندخل على برنامج البرو إن شاء الله، وراح نوضح بالإضافة إلى ذلك اللي هو موضوع الريفرنس أيضا كذلك، كيف تختار الريفرنس وكيف تعمل أكثر من إكسترود. من إكسترود إذا عملت 2 إكسترود أو 3 إكسترود ممكن تعمله على بلين آخر غير الفرونت أو التوب أو على الرايت. فهاي الأمور إن شاء الله راح نوضحها في هذا الفيديو. راح نحاول قدر الإمكان إن الفيديو ما يكون طويل زي الفيديو السابق، راح إن شاء الله راح نحاول قدر الإمكان نختصر مع إن نغطي كل الأفكار الموجودة في كل أمر نشرحه إن شاء الله تعالى. الآن مباشرة بنعمل فايل جديد Work Directory زي ما كل مرة بنعمل New Folder. نسميه نعمل اوكي، سيب على الدوكيومنت ونعمل اوكي. هيك احنا عشان فولدر انيو مباشره بارت سوليد مباشره اوكي. هيك دخلنا من نعمل اكسترود اكسترود، بعدين قلنا لازم نختار بلين من اما فرونت او توب او رايت. على فرض اخترنا الفرونت، كنا نختار الفرونت من هون او ممكن نختاره من الموديل 3. بنقدر نعكسه زي ما حكينا ايضا فليب. برضه نعمل سكتش مباشره، رح نعمل سكتش بسيط 2D ريكتانجل. نعمل ايضا سيركل في الموديل في الميدل بوينت. رح نعمل ديليت سيجمنت كذلك. طبعا نقطة مهمة جدا للتوضيح، الآن أنا عملت سكرين شوت لهاي الصورة وكبرتها أكثر، إنه ممكن من خلال الصورة تكون موجودة صورتي ما تكون واضحة شو فيه هنا. فهذا هو الصح الأزرق اللي دائما بكبس عليه حتى أحول سكتش من 2D ل3D. هاي إكس إذا بدي ألغي رسمة 2D، هاي ديليت سيجمنت زي ما حكينا، وهاي الميرور. انا اذا راح اكبس على الميرور هاي الميرور لكنها غير مفعلة الان. في ايضا هاي الصورة الاولى، وفي هذه الصورة الثانية ايضا اذا مش واضح اتوقع ان يكون واضح هون، هاي الشامفر، هاي الراوند، هاي الشل والدريفت ايضا. هاي هي الرموز ايضا اللي كنت اذا كانت مش واضحة بالفيديو السابق. نكمل ان شاء الله بالرسمة الاكسترود. هيك عملنا ديليت سيجمنت لهي الأجزاء، والآن نحولها مباشرة على السهم الأزرق على 2D. على فرض عملنا البعد اخترناه 200، على فرض 200 مباشرة. هيك أنا عملته 200 على فرض. أيوة الآن هاي نقطة الفرونت، هاي البلين الفرونت. في خاصية مهمة جدا، إذا بدي أخلي البلين يكون منتصف منصف له، يعني على بعد 100 للأعلى و100 للأسفل، من خلال طبعا هاي النقطة، من خلال هذا الأمر اللي هو عملية التوسيط اللي هو extrude on both sides of sketch plane مباشرة بكبس عليه، راح يكون من البعدين بقدر أغير أزيد أو أنقص من البعدين. إذا هاي مهم جدا، أو إني يكون من طرف واحد زي ما حكينا زي ما كان بالأول. برجع 200 مرة ثانية Ctrl Z، وارجع
200 اذا بدي اياه، او اذا بدي اياه زي ما حكينا من الطرفين، يعني ممكن بدي ازيد من الطرفين مع بعضهم من خلال المربع الابيض او من خلال زيادة البعد بينهم. على فرض بدي اخلي البعد بينهم 150، لاحظ كيف تغير من الجهتين مش من جهة واحدة فقط. فهذا الخيار ممكن يفيدني ايضا في عملية الرسم برضو. الان بعد ما انهيت عملية الرسم ممكن اعمل مباشرة على، لان الامور تمام معي، لكن لسه النجمة الصفراء معي يعني ما زلت شغال فيه، لسه ما اعتمدت. فاذا بدي اعتمد مباشرة على السهم الاخضر هيك انا بكون اعتمدت الرسمة. تعلمنا المرة الماضية كيف نعمل شامفر وراوند، وعملنا شامفر وراوند ونخفي البلين او خلي البلين، لاني يعني بدي اعمل الان اشي امر جديد اسمه داتم بلين. ايش هو الداتم بلين؟ هو عبارة عن بلين اضافي بضيفه على بكون موازي لاحد الاسطح، او بكون بزاوية مع زاوية لاحد الاسطح. كيف نعمل بلين لهذا الشكل اللي هو كيف بدي اعمل له بلين؟ هذا الامر اللي هو داتم بلين يسمى. مباشرة بضغط على داتم بلين. الان انا مخير اكثر من خيار، اذا بدي اكبس يعني على بلين معين، على فرض كبست على هذا البلين، ممكن اكبس على اي بلين مرسوم عندي، او ممكن اكبس على التوب على الرايت او على الفرونت. فانا مخير، على فرض اني هذا البلين اللي هو الرايت بدي البلين بكون هون خارج الشكل، حتى ارسم عليه شكل اخر. فبختار الرايت من هون او من هون، على فرض بدي اختاره من الموديل 3، انا اخترت الرايت، بعدين مباشرة بضغط اوكي. هيك انا انشأت داتم البلين على الرايت تماما. بدي اعدل عليه زي ما حكينا مثل الاكسترود، كبسة يمين بزر الماوس، بعدين ايد الديفينيشن. هيك انا بقدر اعدل عليه، ممكن اعكسه من خلال السهم او الفليب، وممكن ازيد المسافة زي ما بدي. طبعا بقدر اعدلها من هون اللي هي ترانزليشن، على فرض بدي اياها على بعد 300. هيك انا انشأت داتم بلين على بعد 300 موازي لبلين الرايت. نعمل اوكي. هيك عندي بلين ممكن اعمل اكسترود عليه. هاي اكسترود، بحكي لي بليسمنت، بعدين ديفاين، بدي احدد بلين مباشرة لانه كان مفعل عندي، برسم عليه. ممكن اعمل فليب برضو، بعمل سكتش، على فرض بدي اعمل سيركل، رسمت سيركل بهاي الشكل، بعدين بدي اعمل اكسترود لهاي السيركل. نرجع مرة ثانية اللي هو على الرايت كان، بعدين على الزر الازرق الرسمة معي، بعدين بنشوفها من خلال عجلة الماوس وضغطة واحدة والتحريك حتى اشوفها بالتود بال3D. ممكن اعكسها، ولكن اذا عكستها في هذا الجزء ما راح يبين معي الماتيريال، راح تبين فقط في هذا الجزء مصمتة. ليش؟ لانه هاي الجزء اصلا هي معبأة، فممكن هي تبين برا معي. راح نشوف من خلال نظارات ممكن تبين لنا. لاحظ كيف المادة ظهرت عندي الماتيريال، ولكن ممكن ايضا تكون في الداخل هيك، يعني ممكن ما اتقيد بالبعد. وهسه ممكن اشوف، فما راح تبين من هاي الجهة، فقط من هاي الجهة. ممكن ايضا في امر اسمه ريموف ماتيريال، هذا الامر ريموف ماتيريال من خلاله ممكن افرغ بشكل اسطواني مكان هذا السكتش او هذا الاكسترود الثاني. لو كبست على ريموف ماتيريال وشفت هيك، راح تفرغ المادة من الداخل. اكبس على السهم الاخضر، صح، هيك المادة مفرغة من الداخل. ممكن اعمل اكسترود، نتمرن اكثر، نعمل اكسترود على فرض بدي اعمل بليسمنت ديفاين. قلنا ممكن نختار الفرونت، على فرض نرسم من خلال الفرونت على سطح الفرونت للاعلى مثلا، وسكتش ممكن ارسم هذا الريكتانجل، نعمل صح، بعدين هيك انهينا، نعمل صح السهم الازرق. لاحظ كيف الماتيريال هون معبأة، فما راح تبين الا في الماتيريال هون. لو عملنا هيك للأعلى أيضا، برضو الماتيريال هون راح تكون مليانة، وهون راح تكون فقط المادة الظاهرة. لو عملنا هيك زي ما بنلاحظ،
لو بدنا نفرغ المادة الماتيريال نعمل زي بوكس داخل هذا الصندوق، بس مجرد ما نعمل فقط ريموف ماتيريال، هذا الرمز اللي هو ريموف ماتيريال. بعدين لاحظ بالنظارة كيف هيك احنا فرغناه من الداخل. طبعا هذا الاسطواني هو عبارة عن مفرغ للداخل، ممكن نعدل عليه عشان ما يبين معنا الاسطوانة، ممكن ما راح نقدر نعدل عليه، ممكن من الطرفين، ممكن يكون مفرغ من الطرفين زي ما بنلاحظ. فاحنا بنقدر نتحكم زي ما بدنا بالشكل، لاحظ كيف صار معي هيك، انا صار عندي تعلمت كيف اعمل ريموف ماتيريال لمادة في الداخل. نلاحظ لو بدي اعمل داتم بلين اخر، ممكن اعمل داتم بلين احنا حكينا موازي للرايك، ممكن اعمل داتم بلين موازي لهذا السطح، فمجرد اختيار السطح وفقط اختار البعد اللي انا بدي اياه، على فرض بدي اياه على بعد 100، فالداتم بلين بكون على بعد 100، نختار اوكي. هيك انا انشأت داتم بلين سماه على الموديل 3 داتم بلين 2. على فرض بدي انشئ داتم بلين على هذا السطح ايضا، ممكن انشئه موازي للفرونت، على فرض هذا موازي للفرونت، ممكن يكون موازي للتوب، هذا التوب بالنسبة لي، يعني لو اخذنا ستاندر اورينتيشن فهذا بكون التوب بالنسبة لي، ممكن على الجهة هاي او ممكن على الفرونت زي ما حكينا، او ممكن على الرايت اللي هو هذا السطح اللي اخذنا عليه داتم بلين اللي ممكن اتحكم فيه من هون او من الترانزليشن اللي هي الاوفست، قديش راح يكون الاوفست عنه. انه ممكن انا بحتاج داتم بلين برسم اشكال في زوايا، فممكن ايضا اتحكم بالداتم بلين اني اعمل داتم بلين على هاي الزاوية مع هذا السطح مع هذا السيرفس. كيف راح نحاول نلغي تفعيلهم، وراح نختار داتم بلين، اخترنا هذا الادج، لاحظ كيف ظهر لي الداتم على هذا الادج، فانا بقدر اعكسه مباشرة، ولكن بقدر اتحكم ايضا في الزاوية، ومجرد ما ضغطت عليه كنترول مع هذا الادج بتحكم بالزاوية مع هذا الاكسس، راح تصنع لي زاوية مقدار على فرض بقدر اغيرها اخليها 90 مثلا تكون زاوية قائمة، لاحظ كيف راح يكون في زاوية 90 داتم بلين، على فرض راح اختاره 70 درجة، او على فرض راح اختاره 120 درجة، لاحظ كيف البلين راح يكون بصنع زاوية 120، بقدر ارسم على الجهة هاي للامام او بقدر ارسم للجهة هاي للخلف حسب المستلزم. طبعا ممكن بعد ما اعتمد البلين مباشرة بضغط اوكي، طبعا البلين لاني غير مفعل هسه ببين معي اللي هو داتم 3 سميته، بقدر ارسم على هذا البلين من خلال ايش، خلال مثلا اكسترود، لانه ما اخذنا غير اكسترود لامر اكسترود بليسمنت ديفاين، بقول لي اختار اشي، بقدر اختار اي بلين من البلين توب رايت فرونت، بقدر اختار داتم بلين 1 او 2 او 3 اي داتم بلزمني، على فرض اني بدي اختار داتم 3، بعدين بعمل سكتش، هيك ظهر لي داتم 3 معي. ولكن قبل ما ابلش ارسم على الداتم 3 لازم اعمل ريفرنس، لازم قبل هيك اعمل ريفرنس، قبل كل اشي لازم اختار ريفرنس. لكن على فرض اني بدي ارسم على البلين اللي هو داتم 3، اذا زي ما حكيت مباشرة اذا بدي ارسم على هذا الداتم اللي هو داتم 3 لانه صار عندي كبلين انا انشأته كبلين، فمباشرة على فرض اني بدي اعمل عليه اكسترود زي ما حكيت، فمباشرة قبل ما ابلش فيه بعمل اكسترود مرة ثانية، placement define، اختار هذا الداتم sketch، ولكن لما ارسمه راح يطلب مني، راح يظهر لي لائحة او ايقونة اللي هي هذه النافذة، راح يطلب مني reference. ايش الريفرنس؟ اللي هو المرجع اللي بدي ارجع له حتى ارسم. انا لما ارسم هون على البلين بدي اشي ارجع له ك
كريفرنس حتى يحط لي عليه دايمنشن. فانا هون الريفرنس الوحيد اللي عندي اللي هو الادج، لكن الادج ما راح، مش قادر انا احدده كريفرنس عندي، يعني ما راح، مش انا بكبس على مثلا على هذا البلين او هذا البلين، ما بيقبله. فممكن اختار الادج من خلال هذا، من خلال هذا الخيار من اول، باجي هون عند ادج، هاي ادج بكبس عليها مباشره بتتفعل عندي الادج، تتفعل مجرد ما تفعلت الادج مره ثانيه. اوكي من اول، سوري، اختار ادج، احكي لي سيلكت، اختار ادج، هذا الادج اخترته، هاي اوكي مرة ثانية. إذا اختار الإدج هو، كيف أتأكد؟ لاحظ كيف الميد بوينت ظهرت عندي، هاي النقطة ظهرت عندي، الطرف هذا، الطرف هذا ظهر عندي. إذا هو فعلا اختار الإدج كريفرنس بالنسبة إلي. الآن برسم أي رسمة بدي إياها، على فرض بدي أرسم ريكتانجل على هذا السطح، طبعا ممكن أظهر بالتودي، orientation. في خيار عندي جديد راح نتعلمه الآن، أنا كيف بدي، أنا كنت أعرض أرجع من الـ API، هاي بظهر الفرونت، بظهر الرايت، بظهر الباك، البوتم، أو من خلال الموديل، الموديل 3. ولكن إذا بدي أظهر الداتا من الـ 3 الجديد هذا، مش موجود هون ولا موجود موديل 3، في الخيار هذا اللي هو بتيح لي السكتش orientation، مباشرة بكبس عليه يعطيني الاورينتيشن اللي انا راح ارسم عليه الشكل اللي انا بدي اياه. فمباشره بقدر اعدل، ممكن اعمل هاي 100، وممكن اعمل البعد عشان يكون سيمتريك 50، وممكن اعمل البعد بين النقطه هاي والنقطه هاي 0 حتى يبلش من عندها هكذا يعني. والبعد هذا ممكن اعمله 100 120. هيك انا رسمت رسمه اكسترود على داتم بلين رقمه داتم بلين 3. الان على السهم الازرق اللي هون بكبس عليه الرسمه valid by. الان لاحظ انها الرسمه للخارج، فمباشره بعرف بقدر اعكسها مباشره من السهم او من المربع الابيض او من خلال مباشره اعكسها هكذا. لاحظ لو كبسنا على النظاره في فراغ راح يظهر معي هون، فأنا بدي إياها، إذا بدي إياها تملي الجسم كامل فمباشرة بمشي بالسهم لداخل الرسمة. إذا كانت هاي مصمتة راح تكون، إذا كانت هذه الرسمة مصمتة بالكامل فما بهمني، أهم شيء إني دخلت داخل الجسم المصمت. إذا خرجت للخارج لاحظ هذا الجزء راح يكون مصمت، لو شفناه كيف راح يكون مصمت، لكن أنا بدي إياها فقط في الداخل هيك. لاحظ كيف الرسمة بينت معي، هاي لو افترض انها هاي مصمتة، فانا هيك الرسمة ظهرت معي. هذا داتم بلين بقدر ارسم عليه اي اشي بدي اياه. ممكن انه اعمل ريموف ماتيريال للمادة هيك، او ممكن اعملها برضو من الطرفين from both side، اكبرها من الطرفين زي ما حكينا. لو ارجعها هيك لاحظ الان لما اعمل ريموف ماتيريال انه هاي الماده كلها راح تختفي في الداخل. هاي عملنا ريموف ماتيريال بالنظاره، لاحظ كيف الماده اختفت من الداخل بالكامل. كيف الان على فرض اني اعتمدت، ولكن قبل ما اعتمد ممكن ايضا من الخيارات اللي بقدر، هاي ازاله الريموف ماتيريال، ممكن من الخيارات اللي اعملها بعد ما اعمل النظاره وارسم، ممكن اعمل اكسترود نمبر 4 على هذا السيرفيس، او اكسترود نمبر 5 على هذا السيرفيس، او اكسترود على هذا السيرفيس. يعني الاكسترود انا ممكن اعمله على اي سيرفيس داخل الرسمه او داخل رسمه ثلاثيه الابعاد اللي معي. هاي هي من ميزات البرو انجينيرنج. فانا هسه بعمل ريموف ماتيريال ومباشره بعتمد. على فرض اني بدي اعمل الان اكسس، راح الغي البلين، هذا الاكسس بقدر اعمل اكسس باي مكان بدي اياه. هذا الاكسس مجرد ما اخترت اكسس انت، اذا اتعلمنا كيف نعمل بلين داتم بلين على موازي لاي سطح عندي، الفرونت توب رايت، او موازي لاي سطح عندي انا راسمه
3D، او ممكن يكون زاويه، يعطيني زاويه مع سطح، ممكن يكون معطيني زاويه يعني رسمه على الزاويه، فانا بقدر اتحكم بالداتا بلين زي ما بدي. وعرفنا كيف نعمل ريموف ماتيريال ايضا، وايضا هسه الان اللي هو داتم اكسس، كيف نعمل داتم اكسس؟ الان هو داتم اكسس بده ريفرنس، ايش الريفرنس تبعي؟ على دائره اكيد. هيك انا انشات داتم اكسس، بس مجرد هيك على الداتم اكسس هاي ممكن اعمل ايش؟ اعمل اكسترود لسيركل. بعد اي اكسترود دائما بدك تعمل تختار ديفاين على المكان اللي بدك ترسم فيه. انا اي مكان بدي ارسم، على فرض ال A2، لاحظ انا صعب اني احددها من هون، فبقدر احددها مباشرة من الموديل 3، او بقدر احددها من الموديل 3، او بقدر اعمل اكسترود لسيركل على اي سطح بدي اياه. لو اخترت هذا السطح مباشرة بعمل سكتش، لاحظ على الموديل 3 ظهرت عندي ال A2 هاي الداتم اكسس. لو الان بدي اختار ريفرنس، في خيار اللي هو سكتش من هون، انا عملت رسمه، لكن الان لو عملت اي شيء مثلا عملت دائره، لو بدي اعملها هون لاحظ انه مش مبين معي نقطه الاكسس اللي انا عملته، فانا بحاجه الى ريفرنس. حتى لو بدي اعمل هون في النقطه هاي برضو انا مش راح اقدر، على فرض بدي اعمل دائره هون مش راح اقدر، فانا بحاجه الى ريفرنس يكون مرجع إلي حتى يعطيني دايمنشن. فالريفرنس دائما من وين بنحصله؟ من خلال سكتش بعدين الريفرنس. طبعا قبل شوي بالداتا بلين اخترنا من اول ايدج، ليش؟ لانه هو كان الريفرنس الوحيد معنا. ممكن من هون من خيار ريفرنس، بعدين الان بيعطيني هون الاف 1 والاف 2 على التوب، هاي كريفرنس معي. ممكن ازيد عليهم اللي هو هاي الاي 2، هاي الاي 2 انا هيك هاي الـ A2 بقدر هيك، أنا حددت الـ A2 برضه. ممكن أحدد هذا الخط أو هذا الخط، لاحظ الخطوط المتقطعة هذه هاي دلالة على الريفرنس. ممكن هذا الخط، ممكن هذا الخط. حاول دائما إنك تأخذ أكبر عدد من الريفرنس، لكن إذا كانت الرسمة صغيرة جدا خذ الريفرنس اللي بهمك فقط. فأنا أخذت الرسمة كلها كريفرنس عندي حتى أوضح لكم كيف إيش فئت الريفرنس. بعد ما أخذت الريفرنس مباشرة بقدر أعمل سيركل على الأكسس أو الداتم أكسس اللي عملته مباشرة، لاحظ كيف. فبقدر أيضا أعمل دائرة على أي منطقة بدي إياها، لاحظ كيف مباشرة مجرد ما قربت من الريفرنس مباشرة بيحدد لي، ممكن يحدد الميد بوينت، ممكن يحدد السنتر بوينت، فأي نقطة مباشرة بيعمل عليها وبيحددها. فأنا فقط بدي أرسم هاي الدائرة، بعمل صح على السهم الأزرق، لما اطلع هيك لاحظ بقدر اعمل لها فليب من هون او من خلال هنا او من خلال المربع الابيض، بقدر انزلها للاسفل، ممكن اخليها من الجهتين زي ما حكينا من كلا الطرفين، يعني من هنا او من هنا على هذا البلين، يكون هذا البلين الريفرنس تبعي. يعني لو اخذت من هون 200 راح ياخذ من الاعلى 100 من الاسفل 100، انا بكبر وبصغر حسب. اذا كنت بدي اياه فقط في الداخل هيك، بدي اياه فقط على السطح، ممكن اخليه من طرف واحد زي ما حكيت هيك بالاول. ممكن بدي السيركل هاي داخل الاسفل بمقدار 50 على فرض، فانا بختار من هون 50، وبدي اياها تكون مفرغه، فبختار ريموف ماتيريال مباشره، بطلع عليها بالنظاره راح كيف ريموف هي الماده. ممكن اكون بدي اياها ريموف للاخر، فشوف كيف راح تظهر معي ريموف المادة. اعتمدت اكبس صح. في خيار ايضا مهم جدا راح اعطيكم اياه الان مباشرة ايضا، يعني لو ما دخلنا بالريموف هسه وكانت مجرد كان الفيديو هذا مجرد توضيحات للامور يكون يعني فالد كويس. يعني الان اللي هو الهول، في الامر هول، ممكن اي بلين موجود عندي ارسم عليه اي هول من خلال النقر على هول فقط، امر سهل جدا. placement define، الان بدي اختار اي سطح بدي ارسم عليه الهول، ممكن بدي ارسم على السطح هذا الهول هيك، شايف كيف بين معي من خلال السهم الاخضر على احد الاسطح والسهم الاخضر الثاني على السطح الاخر، لاحظ كيف. الان نختار اللي هو العمق اللي بدي اياه، على فرض اني بدي اياه من الطرفين، على من الطرفين ممكن طبعا تعمل له فليب
على الجهة الخارجية أو الداخلية، ممكن أتحكم فيه من هون كمان أحركه. لاحظ قديش الدايمتر، على فرض اخترت الدايمتر 50، وعلى فرض الهول يعطيني إياها، معطيني موقعها على بعد 50 وعلى بعد من الأسفل على بعد 50 أيضا. فلاحظ كيف صارت الدائرة معنا كل المعلومات، الدايمتر، البعد عن هذا السطح اللي حددناه كان باللون الأخضر، فأنا اخترت هذا كريفرنس، والبعد هذا اللي أنا اخترته كريفرنس. ممكن أغيره لأي ريفرنس ثاني، ولكن بما إني صرت مختاره ممكن أختار مثلا هذا الريفرنس، هذا المربع كريفرنس، لكن ما إني صرت مختاره يعني انتهى. فممكن هيك أكون اعتمدت مباشرة على السهم الأخضر، هيك عمل لي للمادة remove، عمل لي هول. الهول يعني تعمل هول، يعني زي حفرة بشكل دائري. ممكن مباشرة أكبس على هول. في أشكال ثانية للهول شرح نوضحها لقدام. هاي دايمتر اللي ممكن تلعب فيه وتغيره بحيث يكون ستاندر بالنسبة لك. أنا حطيته 50 قبل شوي يعني، وهيك يعني بنكون خلصنا يعني كل معظم الأوامر اللي بتهمنا. إكس هاي بتطلع من أمر هول، طلعنا من أمر هول. تعلمنا المرة الماضية كيف نعمل شامفر، بس مجرد ما تضغط على الإدج اللي بدك إياه وتوسع فيها زي ما تقدر، مباشرة تكبس على إيش، إما على السهم الأخضر أو على سكريبل رول في أي منطقة. وكذلك الراوند حكينا، بس اختار الإدج وأنت تقدر تتحكم في المقدار كما تشاء زي ما حكينا. ونختار هاي المنطقة، لاحظ كيف عمل لها راوند زي ما حكينا المرة الماضية. بتقدر تتحكم بالألوان زي ما بدك برضو، وبتقدر تظهر البلين أو تخفي البلين. لاحظ كيف البلين صار معي أكثر من البلين. طبعا إذا في برضو فكرة مهمة جدا لازم أوضحها، الموديل 3 إذا أنا بدي أرتبه أكثر هيك بصير يعني ممكن يصير معقد أكثر، يحتوي على مثلا اكسترود 1، داتم 1، اكسترود 2، 3، داتم 2 و 3، وعندك داتم اكسس، داتم بلين، وعندك هول مثلا، وعندك شامفر وراوند. فممكن انا مثلا اعمل اجمع الاكسترود، مثلا الاكسترود 1 كنترول، اكسترود 2 كنترول. فمجرد بتظلك ضاغط على كنترول وتنتقل وتعمل ايش، اشي اسمه جروب. فتعمل انت جروب هيك يسمى جروب لوكال جروب. هذا ممكن تفتحه بس بالنقر على الزائد هاي. فمجرد ما نقرت على الزائد بفتح ايش الاشياء المتعلقة فيه. ممكن تعمل ايضا الاكسترود 5 كنترول، بتضلك ضاغط على كنترول، هول 1 شامفر راوند، تعملها على جروب ثاني او جروب لوكال. وممكن هاي ما هاي ما بتنعمل، ممكن تعملها بجروب، ممكن ايضا تعملها بجروب. فلاحظ انت بتقدر تعمل كل جروب لحال. هاي لاحظ، هاي جروب، هاي جروب، وهاي جروب. هاي من الخصائص اذا كانت عندك الرسم معقدة جدا فيها كثير من الاشياء. في بعض الرسمات اللي قدام راح تكون فيها حوالي 7 اكسترود، فممكن تسهل العملية وتبين منظمة اكثر، بحيث انا اذا اجيت على رسمتك اعرف شو الخطوات اللي ماشي فيها، كيف عملت اكسترود 1. مجرد ما اضغط عليها بتبين عندي الاكسترود بعد ما اخفي على بعد ما اخفي البلين. اذا بتبين عندي الاكسترود بقدر اعمل ايديت ديفينيشن، اعرف كيف عاملها الاكسترود، كيف بلشت فيها. ممكن اعمل بليسمنت بعدين ايديت، بعرف كيف الرسمه ب2 دي رسمتها، اعرف الابعاد اللي رسمت عليها. بعد هيك ممكن اعمل الصح الازرق واعتمد وارجع مثلا على نفس الجروب، امشي في الاوامر. طبعا هاي بال3 دي، طبعا امشي في الاوامر اتفرج كيف عملت الاكسترود 2، برضو اعمل ايديت ديفينيشن بعدين ايديت برضه بالاكسترود 3، اشوف الداتا 2 كيف او الداتا 3 كيف عملته. ممكن اعدل على الداتا 3 من خلال ايدي ديفينيشن مباشره. فلاحظ كيف انا بقدر اعدل عليه، بقدر الزاويه اقللها، بعمل اوكي. لاحظ كيف الرسمه بتختلف معي. اذا هاي الداتا 3 عدلت عليها، الرسمة اختلفت معي. طبعا هي ما راح تختلف، ليش؟ لاني عامل ريموف ماتيريال. لو ما عملت ريموف ماتيريال لو ما عملت ريموف ماتيريال اكيد السوليد ماتيريال راح تختلف الزاوية
كانت 45 كنت رح تصير 30 اقل اقل حسب ايش بعدل على منطقة الموديل 3، رح يتعدل على الرسمة اللي عندي ان شاء الله. طبعا في اخر فكرة حاب اوضحها قبل ما انتقل على المثال عشان ما نطول في الاوامر، او قبل ما نشرح الريفولف سريعا. الان لو انتقلت على الرسمة، طبعا سيف الرسمة مباشرة، سيفها على عيسى، عيسى المفروض عيسى 2 مباشرة، راح اورجنايز نيو فولدر عيسى 2. اوكي، اذا هيك دوكيومنت عيسى 2 مباشرة، سيف بيها مباشرة لانه يعني زيرو الانترودكشن كانت، فمباشرة سيفتها. سيف الرسمة كل فترة مشان ما تروح عليك. هسا انا بقدر اروح على اكسترود 1 على المثال، على مثلا بعمل edit definition placement edit، بدي اياها بال 2D. تحدثنا عن delete segment احنا، وتحدثنا عن الديليت ممكن اجزاء، يعني لو عملنا delete segment ممكن هيك تحذف delete segment، هيك تحذف هذا الشكل. اوكي، هون بحكي لك انه الريفرنس بيعتمد على شغلات ثانيه، فاذا حذفتها فراح تختلف الرسمه معك. انا فرض اني عملت يس بعدين كنترول زد، انا بدي اللي حاب اوضحه انه ممكن تعمل ديليت للرسمه كامله، وبدل ما تمرر الماوس عليها كامل تحددها تعمل ديليت. طبعا هاي بحكي لي انه راح تعتمد على اشياء كثيره، بحكي له يس. هيك انا حذفت التقبيل كامل مره ثانيه، لكن لو حذفت هذا الجزء، هذا الجزء لو حذفته عملت له ديليت سيجمنت، هذا الجزء عملت له ديليت سيجمنت وهي يس، ورحت عملت بالرسمه صح ما راح تقبل لانها مش مسكره معي، بعمل يس، بعمل سكتش، بعمل لاين هيك مره ثانيه، بعمل لاين، لاحظ انه الرسمه راح تختلف كليا معي، لاحظ انه الرسمه اختلفت كليا معي بالنسبه لهذا الجزء. الجزء الاسطواني راح لانه الاكسترود 1 بيعتمد عليه، يعني الاكسترود 1 بيعتمد على الاكسترود 2 على الاكسترود 3، ففي هول كانت هون. بحكي لك انه كل الشغلات اللي راح تعتمد عليها راح تروح، فانا عملت له يس يعني انه موافق. فهي الاشياء لازم تنتبه لها برضه خلال الرسم ان شاء الله. هيك انهينا المواضيع الفرعيه، حكينا عن الاكسترود، حكينا كيف تعمل ريموف ماتيريال، حكينا عن داتم بلين وانواعها اذا كانت موازيه للسطح او اذا كانت مع زاويه تقدر تعملها حسب الرسم الموجود معك. حكينا زي ما حكينا عن الداتم بلين، راح نحكي الان بشكل سريع ايضا او راح ناجلها للمره القادمه، راح نحكي مع الموضوع القادم موضوع الرب كمقدمه، كيف نعمل رب. الان راح نحكي عن كيف تعمل وطبعا تحدثنا عن الريفرنس واهميه الريفرنس، وعرفنا انه الريفرنس من خلال سكتش هون، لكن من خلال سكتش المكود داخل. والمره القادمه ان شاء الله راح نحاول راح احاول احكي عن الميرور، وراح احكي مع راح احكي ايضا عن الرب مع الموضوع القادم اللي هو راح يكون موضوع السويب اتوقع. فانا راح احاول ان شاء الله اني اغطي هذول الثلاث، يعني الرب والميرور، اللي هن راح يكون حشوه لموضوع السويب. لكن الان لازم نفوت موضوع الريفولف سريعا، راح نوضح كيف الريفولف، وراح ان شاء الله ناخذ مثالين ان شاء الله، مثال على الريفولف ومثال على الاكسترود سريعات جدا ان شاء الله تعالى مباشره. راح نكمل ان شاء الله بالريفولف، لكن قبل ما نبلش بالريفولف حاب انوه لنقطه. في المثال السابق اللي اخذناه المره الماضيه اللي هو اللي رسمناه حكينا عنه، انا لو اجاني مثال زي هيك مرسوم جاهز، انا كيف بدي اعمل ايش الخطوات، كيف بدي اعرف ايش الخطوات اللي بلشت فيها؟ من خلال الموديل 3، هو عباره عن اكسترود 1 اكسترود 2. اكسترود 1 لو اجيت اعرفه بس بكبس عليه مباشره، هو كان عباره عن هذا الشكل، والاكسترود 2 كان عباره عن هذا اللي هو الهكساجون. الاكسترود 1 مباشر من الايديت ديفينيشن بقدر اعرف قديش كان السمك اللي عملته، من خلال بليسمنت ايديت بعرف الرسمه 2D كيف انا رسمتها وكيف الابعاد، ممكن اعدل عليها واعدل على الرسمه زي ما بدي حتى اوصل او اعدل عليها اذا كان فيها اي خطا. فهي الشغله اللي حبيت احكيها، اذا كان مثلا عندك رسمه جاهزه انا ممكن اقراها
من خلال الموديل 3 الموجودة، وأعرف إيش الخطوات اللي مشيت فيها أنت، كيف عملت اكسترود 1 و 2، وإيش الأبعاد اللي عملتها، فبقدر أوصل لها بكل سهولة. الآن في عملية الريفولف راح نتعرف على الريفولف بشكل سريع مباشرة. نفعل البلين هنا، البلين الآن مفعلة. لاحظ الآن الأمر ريفولف، وهذا هو الأمر بشكل سريع. هذا الأمر ريفولف، مجرد ما تكبس عليه ريفولف مثل الإكسترود، بتختار placement define، تختار أي بلين راح ترسم عليه. على فرض راح نرسم على الرايت مثلا، ونعمل سكتش. الفكرة الأساسية في الريموف إنك راح تعمل سكشن لجسم، راح تعمل له دوران في أي زاوية بدك إياها. راح تعمله مثلا بزاوية 180 ب90، فبشكل مبسط راح أوضح لكم إياه من خلال فقط مجرد ريكتانجل راح أرسمه هون، وراح أعدل أبعاده، راح أفرض هاي 100، راح أفرض هاي 50، وهاي كذلك. أو هاي راح أعدلها، راح أخليها 100، وهاي راح أخليها 200. أنا هيك رسمت هذا الشكل. فكرة الريموف أني أرسم سكشن كروس سكشن، هذا الكروس سكشن اللي راح أعمل عليه ريموف. الآن راح توضح لكم مباشرة. الآن راح أختار اللي هو الجيومتريك لاين، هذا السنتر لاين. إذا هذا الجيومتريك لاين، الجيومتريك لاين اللي هو البعد اللي راح أرسم عليه هذا الجسم، يعني راح يكون يمثل الراديوس تقريبا. فهو عبارة عن بيك بوينت مباشرة، لاحظ هوريزونتال، ممكن أحركه، لسه ما اخترت البيك بوينت الثانية. فأنا هيك ممكن فيرتيكال، هيك هوريزونتال. إذا اخترت هوريزونتال راح يكون الدوران المستطيل للأعلى، هيك راح يلف. إذا اخترت فيرتيكال فراح يدور هوريزونتال، هذا الأسطوانة راح يدور هوريزونتال. فهاي طريقة الدوران للأسطوانة اعتمادا على الجيومتريك لاين. أنا نقرت نقرة واحدة، النقرة الثانية تكون في أي منطقة، هكذا. هيك أنا اخترت، ممكن أحدد البعد. لاحظ الآن كيف أظهر لي 190.88، هاي راح تكون الراديوس اللي راح تلف حواليها. على فرض اخترتها 200، أو على فرض راح أخليها أكبر، على فرض اخترتها 400، فبهذا الشكل راح دور هاي الأسطوانة هيك دوران كامل حوالين الجيومتريك لاين على السهم الأزرق، صح مباشرة. لاحظ الآن كيف أصبح الشكل عندي. إذا عملت أنا ريفولف لهذا الكروس سكشن اللي عندي، هذا هو الكروس سكشن، هاي البلين حواليه. ممكن ألغي تفعيلهم، لكن هيك مشان يكون واضحات عندي إنه بلش من هون. طبعا ممكن الزاوية عندي 360، ممكن أغير الزاوية زي ما بدي، ممكن أغير الزاوية زي ما بدي من خلال زي ما حكينا المربع الأبيض هذا، أو من خلال هاي النقطة مثلا، ممكن نخليه 120 درجة، ممكن نخليه ببلش من هون أو نعكسه ببلش من هاي النقطة كريفرنس زي ما حكيت. ممكن أخليه يبلش من الجهتين برضه زي ما عملنا. فأنا لما أمشي هيك راح أختار من الطرفين. لاحظ هذا هو الكروس سكشن اللي رسمته، الجيومتر كان بالنص، الراديوس كان البعد كامل او الدايمتر البعد كامل اللي راح نعمل ريفولف حوالينه. فهي ببساطه الفكره الرئيسيه للريفولف، انك تعرف ترسم الكروس سكشن مباشره والبعد عن الجيومتريك لاين اللي راح تعمله، وتعمل ريفولف مباشره لهذا الشكل. مجرد ما اعتمدت هاي ريفولف، اعتمدنا على فرض انه هيك مباشره، بعد الاعتماد تكبس على الصح، هيك انت بتكون رسمت هاي الرسمة. راح يكون عندك هون على الموديل 3 ريفولف 1. بقدر اعدل على الريفولف من خلال ايش زي ما حكينا، edit definition placement. طبعا edit definition بتعدل عليه بال 3D، لكن edit بتعدل عليه بال 2D. ممكن اعدل على اخليه على الديامتر،
اخليه مثلا 500، ممكن اعدل انا اعمل نورمال زي ما حكينا، وظيفة النورمال بين النقطة هاي وبين النقطة هاي، وانقل بعجلة الماوس في الوسط واعدل، لكن سترونج لاني عامل 500 قبل هيك، وما راح يقبل الا اذا حذفت هذا. طبعا تقدر تحذف هاي النقطة، بعض ما وضحتها، بتقدر تحذف دايمنشن مباشرة، ما مجرد ما تنقر عليها فقط تعمل ديليت من لوحة مفاتيح، تقدر تحذفه. على فرض ما نحذف هذا الدايمنشن، ما بعرف ليش مش ظابط، لكن اي دايمنشن بتضيفه، على فرض اني بدي اضيف دايمنشن انا من عندي الان، بدي اعمل لاين هيك 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 هيك، معطيني بدي احذف على فرض هذا الدايمنشن، ديليت، او على فرض اني بدي انشئ دايمنشن بالنورمال المفروض يحذف، يمكن دايمنشن انت عامله ممكن يحذفه، هذا هيك دايمنشن ممكن اقدر احذفه، سوري اها، اذا دايمنشن عامله انت بالنورمال ممكن تقدر تحذف، كنترول زد، رجعنا هيك على السهم مباشره مباشره هيك، اعتمدت انت هيك الرسمه. هاي هي الريفولف بشكل اساسي. هيك اخترنا، خلصنا شرح الريفولف. طبعا الريب والميرور والسويب ان شاء الله المره الجاي، الريب والميرور راح تكون بشكل فرعي، الريب والميرور راح تكون يعني حشوه لموضوع السويب ان شاء الله. الان اذا قدرنا راح ناخذ مثالين سريعات راح نوضح من خلالهم الريفولف، وايضا الموضوع السابق اللي هو الاكسترود ان شاء الله. اذا ثلاث امثله بسيطه ان شاء الله، ومثالين بسيطات راح نوضح من خلالهن موضوع الريفولف الان سريعا ان شاء الله تعالى. اول مثال بسيط جدا وسريع، لاحظ كيف راح نعمل ريفولف حوالين هذا راح يكون الجيومتريك لاين، هذا الكروس سكشن اللي عندنا، فانا راح اخذ النصف هذا من الكروس سكشن، راح اخذ الارتفاع 80. لاحظ عندنا البعد اللي ما بقدر اخذه من هون بقدر اخذه من التوب، فلاحظ عندي الدايمتر 100، فراح يكون البعد من هون الى هون 50، فراح انزل 80 امشي 50، وراح امشي هون مسافه ايش، مسافه الدايمتر اللي معطيني اياها الصغيره، هو مش معطيني معلومه على الدايمتر، انا راح افرضها راح افرضها 40، فراح امشي 40، راح امشي 40 هيك، وراح امشي من هون لهون 50، وراح اطلع 80 واسكرها هيك، هيك الكروس سكشن، اعمل الجيومتريك لاين واعمل عليه ريفولف. الآن نشوف كيف بالرسمة راح تبين معنا. اختار الأمر ريفولف مباشرة، بليسمنت، ديفاين، اختار الفرونت، اختار السكتش، فمباشرة فمباشرة راح أرسم الرسمة هيك، أنزل، قلنا أول شيء بحدد البعد اللي بدي إياه مباشرة حتى ما أواجه الصعوبة، لأنه بالنسبة بين الأبعاد، راح أمشي من هون لهون بمقدار 50، سوري 50، وراح أمشي أيضا بلاين من هون لهون فرضناها 40، فراح امشي بمقدار خلينا نفرضها خلينا نفرضها 20، ولاين بسكر فيه الان من هون لهون، هيك نكون انهينا الكروس سكشن. الان نختار الجيومتريك لاين، جيومتريك لاين قلنا بيك بوينت، لكن احنا ما اخترناه هون على بعد لانه بدنا اياه مصمت يدور مباشره حوله، فمباشره هاي لاحظ كيف هوريزونتال فيرتيكال مباشره، بيك ثاني مباشرة على السهم الأزرق بنضغط، فهيك عملنا دوران بزاوية 360 درجة لهذا المجسم، هيك صار عندنا المجسم زي ما هو معنا. بنخفي أيضا الكوردينيت سيستم، لاحظ كيف صار معنا المجسم زي ما رسمناه تماما. الآن مثال ثاني مباشرة، ندخل ونعمل
ريفولف مباشرة بنعمل بليسمنت ديفاين نختار اي بلين لان مخفينها نرجع نظهرهم مرة ثانية فرونت سكتش انا بخفيهم دائما لحتى تكون الرسمة اشوفها بوضوح اكثر لكن اذا بدك تقرأها لازم يكون البلين موجودات معك على فرض انك راح ترسم ريفولف على اكسترود لكن الان خلينا نرسم هاي الرسمة لاحظ راح نقرأها الان هيك راح تطلع بهذا الشكل طبعا معطيك الابعاد واضحة تماما معطيك البعد من هاي النقطة لهاي النقطة 1.55 ومعطيك ايضا معطيك ايضا البعد بين هاي النقطة وهاي النقطة 0.35 هاي 0.3 الارتفاع 0.1 فانت راح ترسم كروس سكشن ما عليك الا ترسم كروس سكشن وتعمل له ريفولف احفظوا كيف الرسمة معكو او تقدروا ترجعوا من خلالها الان راح نبلش نرسمها ان شاء الله مباشرة مباشرة راح نعمل الكروس سكشن اللي معنا لاين مباشرة نبلش القاعدة طلع قلنا مقدار لاحظ 163 لو انا رسمت وكملت هيك 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 وعملت اول بعد 1.55 فراح يبين لي نقطة بالنسبة للرسمات الثانية فاول بعد يفضل دائما اني احط قيمته مباشرة وبعدين ممكن هسه زي ما بعمل انا امشي زي ما انا هيك زي ما بدي هيك بطلع بارتفاع بسيط هوريزونتال بنزل بنفس القيمة بعدين هيك بمشي بعدين بنزل بعدين بمشي بعدين بنزل هيك بمقدار معين خليني اوقف هون البعد هذا كان 0.3 وهذا البعد كان اللي هو 0.35 ماينس 0.3 زي ما شايفين 0.35 ماينس 0.3 فهاي اللي هي أهمية زي ما حكيت هاي هي أهمية إنه بيقبل ناقص طرح زي هيك 0.35 ماينس 0.3 مباشرة ارتفاع هذا راح يكون ممكن اقرب هيك اكثر ارتفاع هذا راح يكون 0.1 لاحظ كيف الان البعد بين هاي النقطة وهاي النقطة معي اللي هو اللي هو الآن راح نقرأ من خلال هذا الشكل اللي هو 0.35 ماينس الراديوس اللي هو ماينس 0.15 لأنه الراديوس هيك هذا مماس إلى الراديوس ف 0.35 ماينس 0.15 إذا راح يكون البعد 0.35 ماينس 0.15 هذا البعد اللي هو 0.2 راح يكون المسافة اللي راح امشيها بغض النظر على فرض اني راح مشيت قلنا من النقطة هاي راح امشي من النقطة هاي بلاين نفس المقدار راح يكون مقداره 0.35 فراح ينتهي مباشرة احط البعد هون 0.35 وراح اطلع في لاين للآلة مقداره 0.2 راح اطلع 0.2 اطلع 0.2 وراح ارجع انزل في نفس اللاين هذا ممكن احذف واعمل له ديليت سيجمنت ارجع انزل نفس اللاين للاخر لانه اذا كان اكثر من لاين فوق بعض ما راح
يتحول ل 3D. ممكن الآن أرسم circle radius 0.15 مباشرة، سيركل راديوس 0.15، لكن سيركل ما راح تكون بهذا الشكل. نلغي التفعيل مرة ثانية، راح تكون سيركل على بعد 1.2 في نفس المقدار، هاي 1.2 على نفس المستوى، هيك نمشي، هيك راح تكون سيركل برضه. راح تكون جنبها سيركل 0.05 radius 0.05، وراح تكون سيركل مماسة لها في radius 0.05 2. هيك راح تكون الرسمة. ممكن وللأعلى هيك نكون هيك تقريبا. هذا الاشي هون نسينا نرسم radius 0.05، لكن مش بهذيك الصعوبة. على فرض ان رسمناه مش عشان السرعة ما راح يختلف اشي، مباشرة راح تنزل 0.3، وراح تنزل بعد ال 0.3 راح تنزل كمان نص ال 0.05، بعدين ترسم على سواها circle radius 0.05. رح نعملها مشان رح ننزل line، هاي نقطة، هذا اللاين طبعا فوق اللاين الثاني فراح يبين معي، فراح امسحه انا 0.3، انزل 0.3، راح كمان اروح للاخر هيك، اروح بلاين هيك هذا الاتجاه هيك، وراح انزل بلاين صغير، فهذا راح يكون هو 0.005 تقسيم 2، سوري راح يكون 0.05 تقسيم 2، لاحظ كيف؟ فهون راح تكون، ممكن اكبر هيك عشان تكون اوضح، فهون راح يكون مركز الدائرة اللي هي راديوسها راح يكون 0.05، هاي الدايمتر لها هيك. طبعا هيك انا بكون اللاين هذا هيك، راح اعدل عليه طبعا هيك شيفت حركناها، راح اعمل ديليت سيجمنت الاشياء زيادة، هاي الزيادة هيك، هاي الزيادة، هاي الزيادة، وهذا اللاين كله زيادة، لأنه اللاين الحقيقي هيك راح يبلش من هون ينتهي هون، وهذا راح يكون ديليت سيجمنت أيضا هيك، وهاي ديليت سيجمنت كنترول زد مسحناها هيك. ديليت سيجمنت ممكن أقرب من الأبعاد، هذا ممكن ما يقبل هيك، ديليت سيجمنت ما يقبل يعمل هيك. انا هون برضو في ديليت سيجمنت، كمان ديليت سيجمنت هيك تقريبا، انهيت الرسمة، اعمل ديليت سيجمنت لهذا الجزء ايضا اللي معي، اتأكد انه ما ظل اي جزء، لاحظ كل الرسمة معي برضو، بعمل ديليت سيجمنت هون هون ديليت سيجمنت كنترول زد الجزء هذا، بعمل ديليت سيجمنت كنترول زد على ناس اللاين هذا يكون هيك، بعمل تايم ببلش من هاي النقطة وبينتهي عند هاي النقطة
في لاين ثاني موجود عندي مباشرة، بقدر أعمل الآن ديليت سيجمنت لهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. هيك الرسمة صارت عندي جاهزة، تبقى إني أعمل جيومتريك لاين. طبعا الجيومتري راح يكون في نفس الأكسس، وهيك بقدر أعمل على الصح الأزرق. أتأكد في لسه خطوط عندي، طبعا هاي الخطوط راح تظهر باللون الأحمر، لاحظ فما راح يقبل. في خط ناقص عندي، مباشرة بكمل هذا اللاين سكتش، برجع للسكتش هاي ديليت سيجمنت. اذا كان في عندي تو لاين فوق بعض، خطين فوق بعض فما قبل. اتأكد هون ان المنطبقات على بعضها. نجرب الان نعمل صح. section is incomplete، السكشن عندي ما كمل، فبكون عندي ناسي اشي. هون اتوقع ان اللاين هيك نو اذا بعد ما دورت بالرسمة بين. طبعا اذا الرسمة بالغلط هيك ما تعمل زاحت معك مباشرة، بترجع الاورينتيشن من خلال نقرأ هذا الامر، لكن تبين انه في خط زائد هون. هنجرب نحذفه الان بديل السيجمنت، هيك ان شاء الله الرسمة تكون ان شاء الله تكمل معانا. نتأكد أيضا ما في عندنا خطوط زائدة في الرسمة، راح نحاول. إذا الرسمة الآن الحمد لله الحمد إنها معنا في 3D. الزاوية اللي بنقدر نختارها بنقدر نختارها، لاحظ إذا عملنا صح هيك الشكل معنا صار. ممكن نعمل Edit Definition ونختارها بزاوية 270، نختار من هون 270، لاحظ كيف راح يبين معنا الكروس سكشن. وهي الرسمة مثل هي موجودة بهذا الشكل. بدها محاولة أكثر، لكن مهم جدا، ملاحظة مهمة جدا، أهم شيء ما يكون في تقاطع في الرسمة عندك، ما يكون في عندك بالرسمة بالتودي أي خطوط زايدة أو أي تقاطع بالخطوط، لأنه ما راح تتحول الرسمة لثريدي. هاي من الشغلات، هو بيعطيك هنت هون أو لائحة أو نافذة بيبين من خلالها إنه في عندك خلل في الرسمة في رسمتك. راح نرسم هاي مباشرة بشكل سريع، وإن شاء الله المرة مشان ما يطول معنا الفيديو، إن شاء الله المرة القادمة راح نعطي مثال على الاكسترود سريع جدا على الاوامر اللي اخذناها، امر الاكسترود ريموف ماتيريال للداتا من بلين وازاحته. وراح نطلق على موضوع الريب والسويب، وهسه مع نهايه الفيديو ان شاء الله راح اوضح كل تدريب اللي راح تعملوه لحالكم ان شاء الله بعد نهايه هذا الفيديو. الان الرسمه هاي هي الرسمه ان شاء الله اللي راح نحاول نرسمها الان مباشرة. هاي مجرد ما رسمناها بنقدر نسيبها مباشرة، سيف نقدر نعمل نيو فولدر رسمة جديدة ريموف، او قبل ريموف نعمل اكسترود. راح نعمل اكسترود مع ريموف بليسمنت ديفاين، نفعل البلين، اختار الفرونت، نعمل سكتش على فرض راح نرسم جسم استواني مباشرة، نفعل الصح مباشرة، اختار على فرض هذا البعد، اختار صح. اذا ان شاء الله هاي الرسمة راح نعمل عليها ريفولف مباشرة، نختار الامر ريفولف بليسمنت ديفاين. لاحظ الفرونت احنا رسمين عليها، فراح نختار التوب او الرايت، على فرض اخترنا الرايت او التوب، راح نعمل سكتش مباشرة.
لكن الآن راح نختار ريفرنس من سكتش ريفرنس حتى نرسم عليها. فنختار هذا الريفرنس وهذا الريفرنس وهذا الريفرنس. حاول قدر الإمكان تختار أكبر عدد ممكن الريفرنس. كلوز. الآن راح نرسمه بشكل دائري. هاي الميد بوينت لاحظ كيف عين لي عليها لأن اخترتها كريفرنس. راح اختاره بهذا ما راح اختار دايمنشن محددة، راح اختار بهذا الشكل. مباشرة راح اختار، طبعا اذا ما اخترت جيومتريك لاين ما راح يعمل ريفول. اخترت الجيومتريك لاين حول هذا الاكسس مباشرة على السهم الازرق صح. لاحظ كيف معي طلع الريفول بشكل سوليد. لاحظ كيف بتفعيل البلين والاكسس والسيستم برضو الكوردينيت سيستم. لاحظ كيف بهذا الشكل الريفول كما هو في الصورة. لاحظ هذا الكروس سكشن اللي عملته برضو. ممكن اعمله كله كروس سكشن هيك بهذا الشكل واعمله ريفول حوالين هذا الاكسس، لكن انا هيك بكون عملته. ممكن قبل ما انهي ممكن اعمل ريموف ماتيريال. لاحظ كيف راح تصير للداخل، عملت ريموف ماتيريال للمادة اللي عملت لها ريفولف. فهي خاصية حلوة كثير برضو ممكن تلزمني خلال رسم القطع الميكانيكية في برمجية البرو انجينيرينج. هيك ان شاء الله بنكون انهينا هذا الفيديو. الان راح نشوف ان شاء الله الهوم وورك او التمرين اللي راح تحاولوا ترسموه. هذا التمرين يعني مش صعب كثير، لا تفكر انه صعب، وانت مجرد ما تقرا هذا الكروس سكشن مباشره بكل سهوله. ارسم الكروس سكشن مباشره واعمل جيومتريك لاين. الجيومتريك لاين بكل بساطه راح يكون على بعد 0.593 من هذا السيركل. فانت بتقدر انك تعمل نورمال. النورمال اللي كانت هون موجوده نورمال البوينت هاي مع الجيومتريك لاين بهذا المقدار، تعمل ريفولف حواليها بالزاويه اللي بدك اياها. على فرض زاويه 270 ممكن تختار هذا الريفرنس 0.531، انت مخير. ممكن تختار 0.375 من هاي النقطه، فانت مخير وين ترسم. ولكن كبدايه انت ارسم الكروس سكشن، اخر شيء حدد الجيومتريك لاين واعمله في بعد. او ممكن تعتمد الجيومتريك لاين من البدايه وترسم عليه هذا الكروس سكشن وتعمله ريفولف مباشره. سهل جدا ما بده اي شيء، وعباره عن راديوس. هاي مجرد راديوس، طبعا هاي المسافه اللي هي البعد تكون 0.047 اللي راح تكون الراديوس. هاي لاحظ ناقص هاي البعد. فعباره عن قراءه دايمنشن. مجرد ما تعرف تقرا الدايمنشن لاحظ هاي معطيك الفاي الها، وهاي معطيك برضه الراديوس الها، معطيك المسافة من هون لهون مباشرة. فبشكل سريع تقدر، ومعطيك يعني مثلا المسافة من هون لهون فمباشرة بشكل سريع. وهاي راديوس لدائرة معطيك البعد تبعها اللي هو البعد هذا راح يكون ناقص البعد ناقص الثيكنس اللي معطيك اياه اللي هو 0.047. فان شاء الله بسيطة بسيطة وسهلة الرسمة، ما عليك انك تركز فيها شوية. هاي الكروس سكشن كبرنا عليها ان شاء الله عشان تكون واضحة اكثر. ان شاء الله نلقاكم في فيديوهات تاليه. زي ما حكينا المره الجايه ان شاء الله راح نبلش نحكي عن الريب والميرور، راح نحكي عن السويب، وممكن نطرح مثال بالاكسترود اذا اسعفنا الوقت ان شاء الله. ويعطيكم الف عافيه.